نبشر بعزك يا وطننا وهيهات نرخص غلى ترابك ونرضى مساس يا وطن بقلوب بداية الإمارات اللي ما عزك للفخر يا تاج راس يا وطن. مرة أخرى مشاهدينا مشاهدين الفضائية الأردنية ومرة أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن إمارة أبو ظبي تحديدا من مدينة العين، رحبوا معي بضيفي، ضيف برنامج مبادرات أردنية إماراتية، عطوفة الدكتور رامي عبد الجليل العواودة صاحب مركز الأردن لطب الأسنان. أسعد الله وقتك سيدي. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، شرفتونا الصراحة. يعني نحن سعداء في هذا البرنامج وفي هذا اليوم الطيب أن نلتقي بإنسان يعني أكثر من ربع قرن في دولة الإمارات أثبت وجوده على الصعيد العلمي والعملي. بالبداية يعني كمركز الأردن لطب الأسنان، هذا المركز الذي تحدثنا بعجالة عنه لكن نريد إيضاح أكثر وأكثر عن هذا المركز، كيف جاءت فكرة إنشاء هذا المركز، كيف بدأ هذا المركز؟ تفضل سيدي. الله يحييكم. أهلا وسهلا بكم أولا في مدينتكم وبلدكم الثاني. تسلم. تسلم. ومركزكم أيضا. تسلم يا سيدي. الأردن لطب الأسنان. تسلم سيدي. الحمد لله بتوفيق من رب العالمين بدأت حياتنا ومسيرتنا العملية في الإمارات من خلال مستشفى توام، وهو مستشفى حكومي يعتبر من أضخم المستشفيات الحكومية في دولة الإمارات وفي مدينة العين بالأخص. استمرت مسيرتنا العملية في هذا المستشفى لمدة ما يقارب 8 سنوات، أثبتنا والحمد لله نجاح عالي جدا وتميز أيضا. أنا والدكتورة أيضا عريب الحياري، ثم ارتأينا أن يعني نقوم بعمل خاص وهو مركز ننشئه على أساس هذه الخبرة، بالإضافة أنه يكون متميز من ناحية الأثر والخدمات المقدمة للمرضى. نعم. فأنشأنا هذا المركز، مركز الأردن لطب الأسنان في عام 2009. في هذا العام الحمد لله أنجزنا معظم التراخيص والمتطلبات لهيئة الصحة، وباشرنا العمل في 2010 لاستقبال المرضى. سعينا منذ البداية أن يكون هذا المركز مميز بالخدمات المقدمة للمرضى من ناحية العلاجية، من ناحية التثقيفية، أيضا من الناحية التعامل والأخلاق. فمنذ البداية نسعى إلى توظيف نخبة من الكادر الطبي، نخبة من الكادر الإداري الذي يساعدنا على عكس هذا التصور وهذه الرؤية. جميل. لكن هنا سؤال استحضرني دكتور، يعني دائما كنا نتحدث إلى أين وصلنا في الأردن إلى طب الأسنان، نقول في الإمارات وتحديدا في العين، يعني إلى أين وصلنا في طب الأسنان؟ هناك يعني تخصصات في طب الأسنان ليست محصورة على أنه المريض بيشكي من سنه أنه يلا خلينا نخلعه كذا، لكن هناك بدائل حتى نحافظ على هذا السن. ما هو التطور، ما هو الأشياء التي استحدثتموها في طب الأسنان؟ أحسنت، هو سؤال ملفت دائما للمرضى بالذات. نعم. ولابد من الإجابة بطريقة علمية واضحة. نحن الحمد لله منذ البداية أسسنا لنظام تعامل مع المريض، هذا التعامل يحرص على المصداقية العالية والشفافية العالية. فمن واجب الطبيب أن يقوم بالتشخيص عالي الدقة لحالة المريض وإخباره بحالة الصحية له وما هي الطرق العلاجية المتاحة وبماذا ينصح الطبيب، ثم نترك المجال للمريض أن يختار. التشخيص مدعم بعدة أدوات، منها الفحص على كرسي الأسنان، ومنها أدوات الأشعة كأشعة سنية كتصوير فموي داخلي وكأشعة رقمية 2 dimensions اللي هي ذات بعدين أو ثلاثية الأبعاد. جميع هذه الأدوات تساعد
في دقة التشخيص. عندما يحضر الطبيب ويشخص حالة المريض يعلمه بذلك، ثم يخبره بطرق العلاج. هناك طريقة واحد، طريقة اثنين، طريقة ثلاث، ونحن كأطباء ننصحك بكذا وكذا. إذا كانت الحالة من الحالات نقول نادرة قليلا أو صعبة، يتم هناك التئام لفريق الأطباء ويتدارسون الحالة ويعطي كل منهم رأي حتى نصل إلى قرار. فهناك غرفة للاستشاريين نتداول فيها الحالة وندرسها ونقدم للمريض ما هي الطرق للعلاج المتاحة. نعم. وبناء عليه يختار المريض طريقة العلاج ويتم البدء بها وبرمجة العلاج لهذا المريض. نعم. يعني هو تحدثت أنه أنت بتقدموا النصيحة والإرشاد للمريض، يعني هناك دائما أبدا يعني كما يقولون صاحب الحاجة أران بالمصطلحات. نعم. العادية لك المريض يعني بده شيء معين، بده يريح نفسه بأسرع وقت ممكن، لكن ممكن انه احنا نعطيه بدائل حتى، يعني لانه السن دائما وابدا صعب انه يجي مثله، هذا شيء اكيد صعب جدا. يعني ممكن يكون هناك بدائل، لكن ممكن انه احنا مثلا نعالج هذا السن ونخليه انه يرجع يحافظ عليه من خلال مثلا قنوات معينه اللي هي سحب العصب او من زراعه او انه تركيب سن معين عليه حتى يظل هو الجذر الاساس. هون داخل هذا المركز ما هي التخصصات؟ يعني هناك بسمع انه في تقويم اسنان بيكون في شغلات، نحكي عن كل شيء ممكن تقدموه خدمه في هذا المجال. نحن نسعى بداية إلى أن نحافظ على السن الطبيعي. نعم. في أي خطوة علاجية نسعى دائما إلى الحفاظ على السن الطبيعي، ولا نتردد في أي طريقة علاجية من أجل ذلك. التخصصات الحمد لله المتوفرة عندنا في هذا المركز هي كطب عام وتركيبات سنية وتقويم، بالإضافة إلى الجراحة والجراحة المتقدمة. عندنا كادر من الأطباء، الطبيب الفني المسؤول عن هذا الكادر الدكتورة عريبة علي الحياري، عندنا الدكتور سامر طبيب عام أسنان، الدكتورة عريبة أيضا هي مسؤولة عن التركيبات والجراحة الفموية، الدكتور عدلي الغزاوي طبيب التقويم، والدكتور فؤاد دوكات العبادي المكزيلوفيشل الجراحة التجميلية المتقدمة. أيضا هنا بهذا مركز جراحة تجميلية؟ لا، الجراحة التجميلية للوجه والفكين وليس التجميلية الجلدية المقصود. نعم. فيها هو أهم شيء يا سيدي، يعني ملك. نعم. السن والعين، ملك الحسن كله. نعم. الله يسعدك. نعم. طيب دكتور يعني حابين نتحدث أيضا يعني في هذا المركز تحديدا، يعني هنا أكيد هناك يعني مثلا في حالات طارئة إمرجنسي ممكن الشخص يعني في ساعات متأخرة من الليل كذا، كيف مدى تواصلكم مع أبناء المنطقة هون؟ والله الحمد لله، يعني أهل المنطقة يعني يشهدوا لنا بالتعاون عالي الدرجة. في كثير من الحالات يعني يتم استدعاء المريض في منتصف الليل عندما تكون الحالة طارئة ويعلم الطبيب خطورة الحالة، نبادر مباشرة بلا أي تردد إلى فتح المركز واستقبال المريض. بأي ساعة؟ بأي ساعة إذا كانت الحالة طارئة وتحتاج إلى تدخل الطبيب. إذا كانت الأمور يعني فقط أوجاع نوصف له يعني المسكنات وما إلى ذلك، أو أقلها نرشده إلى مكان يعني أنه في مدينة العين قريب منه ليقدم له الخدمة العلاجية. ولكن في الحالات الطارئة لمرضانا لا نتردد على الإطلاق بفتح المركز في منتصف الليل. نعم. يعني هم كما يقولون سيدي مهنة الطب هي مهنة إنسانية. أي نعم. خالدة عبر التاريخ، تغيث وتخفف من ألام المريض. أحسن. يعني العامل النفسي أكيد بيلعب دور كبير في هذا الموضوع. جدا جدا جدا. لاحظنا من خلال تجربتنا أنه إذا اكتسب الطبيب ثقة المريض فأي مقترح علاجي لهذا المريض هو يتبنى المريض مباشرة بلا تردد. فإذا حالة النفسية قادته إلى الثقة والثقة قادته إلى العلاج. فالتعامل مع المريض إنسانية وباحترام وبمنتهى الشفافية تقودك إلى اكتساب ثقته، واكتساب ثقته معناته اكتسابك مريض دائم ومراجع دائم في مركزك.
نعم سيدي، يعني من خاب من استشار، الاستشارة هي أساسية خاصة في مجال الطب. هناك يعني بعض الأشخاص مثلا بتحس بألم بقول لك خذ لك حبة اسبرين، حبة ريفانين، حبة دولمول، بروح على هالصيدلي دارك بستشير هالصيدلي بقول له خذ. في مجال طب الأسنان ماذا توجه نصيحة؟ في مجال الأسنان يعني نحن ننصح بعدم المبادرة إلى الدواء والعلاج الكيماوي بأصنافه قبل مشورة الطبيب الأسنان الخاص، لأن التشخيص يظهر كثير من الأمور المخفية. عادة المريض هو لا يشعر إلا بألم، صحيح، هذا الألم أسبابه متنوعة، فلا بد من التشخيص صحيح ودقيق يبنى على ذلك طريقة العلاج. ممكن أن تكون دوائية في البداية ثم تتحول إلى على سرير الكرسي، على كرسي الأسنان، ولكن لابد من التشخيص الدقيق بداية. ألا تؤيدني دكتور أنه يعني الأسنان يعني حساسة جدا، ممكن التجاهل في بعض الحالات ممكن يؤدي إلى تفاقم ويعني ظهور أمراض أخرى؟ أي نعم، بعض الالتهابات الفموية ممكن تتسبب بالتهابات معقدة وتتسبب من على سبيل المثال بذوبان عظم الفك وخسارة فك الوجه يعني بسبب هذا الالتهاب. فالأمور حساسة ولا يعني يتعامل معها ببساطة وسهولة أسبرين وأنتيبيوتيك مضاد حيوي فقط، لا، لابد من التشخيص وأن يكون التشخيص من طبيب الأسنان وثم تكون يكون العلاج. أما لا يكون بهذه السهولة والله والتعامل نسميه يعني السطحي، أخذ المسكنات دون لجوء لطبيب الأسنان، المسكنات غير صحيح على الإطلاق. مرت علينا حالات أنه استخدم المسكنات لفترة طويلة وعندما يعني ضاق به الحال وجاء إلى المركز وصل بحال متأخر، فاجأنا أنه المشكلة أصبحت كبيرة جدا، نعم، وعلاجها أصبح صعب جدا ويحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة. ففي البداية لابد الاهتمام بالأسنان يوميا، زائد إذا حصل هناك ألم أو أي شك في شيء لابد من مراجعة طبيب الأسنان. هنا نحن نعمل على تثقيف صراحة مرضانا بأنه لابد أن يكون هناك لك زيارة دورية لمراجعة طبيب الأسنان بألم أو بدون ألم. نعم. هذا السؤال يعني كنت سأقوم بسؤاله، يعني هو مهم جدا، يعني بنظرك كدكتور يعني ما هي المدة الزمنية التي يجب على المريض أن يزور طبيب الأسنان بها؟ أكيد هناك يعني دورة معينة كل فترة معينة مثلا يجب على المريض بشكل عام إن كان مصاب أو غير مصاب أو غير يشعر بألم أو ما لا يشعر بألم، يعني ما هي الفترة الزمنية اللي لازم أي شخص يراجع فيها طبيب الأسنان؟ نعم، نحن هنا يعني ننصح مرضانا بمراجعة دورية لطبيب الأسنان كل 3 أشهر. هذه 3 أشهر يكون من خلالها فحص عام للأسنان و يعني أخذ الحيطة من خلال نصائح تعطى للمريض وتوجيهات إذا لاحظنا وجود أي شيء يعني في فم المريض. هذه الزيارة كل 3 أشهر تساعد على حفظ أسنانك الطبيعية كمريض، وإن كان هناك أي مشكلة المريض الطبيب يكتشفها مباشرة ويقوم بعلاجها وهي في أبسط حالاتها بدايتها، فتكون الأمور أسهل وأقرب إلى العلاجات البسيطة. نعم. أما إذا طالت المدة وطال زمن مراجعة طبيب الأسنان فتكون هناك أشياء مترتبة سلبية على صحة الفم، خاصة في للأسف في مجتمعاتنا العربية ثقافة صحة الفم غير ممارسة. ممكن يكون عنده الشخص معلومات وعلم لكنه لا يمارسه في حياته اليومية. أحسنت. فالزيارة هذه الدورية أقل ما فيها كل 3 أشهر مرة واحدة تساعدك يعني لتنظيم والرجوع إلى المسار الصحيح. نعم. في هذا الأمور. نعم. يعني تحدثنا عن طب الأسنان وتحدثنا عن الآلية العمل في هذا المركز، لكن لا بد أن نغفل شيء معين، يعني دائما كرم الضيافة الحسن الاستقبال هو يلعب دور كبير جدا. نحن لمسنا هذا الشيء كفريق تلفزيوني من دخولنا للمركز، أنه مش مجاملة، تشعر بالراحة وهو العامل النفسي الأساسي بدخولك إلى المركز، الابتسامة
موظفين الريسبشن، القاعة المخصصة للنساء والرجال. أوكي. أيضا لفت انتباهي أنه في حديقة خلفية فيها ألعاب للأطفال، يعني هذا المركز دل على أنه أسس بعناية جدا ولعب دور كبير في أنه أي مريض يراجع هذا المركز، يعني دائما وأبدا كل من يعني يشعر في ألم في أسنانه تحديدا الأسنان خاصة الأطفال يشعر بالخوف، حتى هناك يعني من الكبار يعني ممكن يشعر بالخوف، لكن أكيد العامل النفسي هو في حسن الضيافة وحسن الاستقبال أيضا يساهم في أنه هذا الإنسان يتشجع أكثر وأكثر أنه ينتظر طبيب الأسنان وممكن نراجع أنه ممكن يرجع عنده مرة ثانية. رسالة أخيرة ونصيحة لأبناء هذه المنطقة تحديدا العين التي يوجد فيها هذا المركز، مركز الأردن لطب الأسنان، ماذا توجه رسالة، ماذا توجه نصيحة، ما هي ساعات العمل لما تواصل فترة النهارية فترة الليلية، ماذا تقدم نصيحة بشكل عام؟ تفضل سيدي. حقيقة احنا يعني من فلسفتنا هنا الاهتمام بالمريض كإنسان. صحيح. واللي تفضلت فيه وما رأيته في خدمات ضيافة تعكس هذا الإيمان. نحن نؤمن بنظام الزمن المختار من قبل المريض للعلاج اللي هي ما يسمى بالمواعيد. نؤمن هذه المواعيد للمرضى، فنستقبل عادة في الوقت الواحد مريض واحد، لأنه هذا الموظفين والمركز جميع يكونوا مهتمين بهذا المريض فيشعر بالراحة والاطمئنان، فنفسيته تهدأ ويستقبل العلاج بالطريقة السليمة، وإن شاء الله بيكون لها الأثر الإيجابي. من خلال ذلك ارتئينا أنه يكون في هناك نعم غرف استقبال منفصلة وحديقة للأطفال، أيضا برامج تلفزيونية منتقاة باختيار لإعطاء فكرة تخدم مسيرتنا العملية في هذا الجانب. ما ننصح به أهل المدينة العين هو أن تكون عندك ثقة في طبيبك حتى العلاج هذا يجدي وتحصل على علاج حقيقي مبني على تشخيص سليم، وأيضا أن تتعاون مع طبيب الأسنان. هناك بعض الحالات الصراحة لا أخفيك تحتاج إلى يعني دراسة خاصة بسبب أنه المريض نفسه غير متعاون مع الطبيب، فنحن ننصحهم بالتعاون التام مع المريض كأطباء وأيضا المرضى مع الأطباء. هذه نصيحة عامة، والتزام بما يطلب منك الطبيب كعلاج وإجراءات علاجية تحافظ على صحة الفم عندك، وأيضا كثقافة ممكن ترسلها أنت وتعلمها لأبنائك ولأقاربك، تحافظ فيها هاي الثقافة وهاي الممارسات على الصحة الفموية عندك. نعم. سؤال يعني هو أكيد لكل بداية يعني أو كل مجتهد نصيب في هذه الحياة، أنتم يعني كان لكم الأثر الإيجابي والطيب في هذه المدينة في الإمارات تقريبا سنين طويلة في هذا العمل، أردني أصيل تعتز بأصالتك وبعروبيتك، العلاقات الإماراتية الأردنية علاقات ودية شقيقة تعتبر يعني من العلاقات الوطيدة جدا، شو بتحب توجه كلمة من خلال هذا البرنامج؟ الحمد لله أنه العلاقات طيبة جدا بين الأردنيين والإماراتيين، وهذا ساعدنا الصراحة على التطور والنمو في هذا الجانب بحكم التسهيلات والمعاملات الطيبة من قبل الإماراتيين، فكل الاحترام والشكر لدولة الإمارات وما تقدمه لنا من تسهيلات. نحن كأردنيين الحمد لله أيضا نمتاز بكفاءاتنا والعلم وشهادات وأيضا إصرارنا على التميز دائما، كل شخص فينا يشعر أنه طاقة كامنة ويحتاج إلى تقديم وإبراز نفسه في هذا الجانب، فالحمد لله كل اللي قابلتهم الأردنيين في دولة الإمارات مبدعين ويثبتون بجدارة حرصهم على التميز، التميز دائما في الأحسن والتميز في العطاء.
أكيد. فيشهد الجميع للأردنيين بحسن الأداء وجميل الأخلاق. صحيح. والحمد لله. الحمد لله. وهذه الكلمات الطيبة الرائعة على لساني في نهاية هذا اللقاء، لأن تقدم بجزيل الشكر والعرفان لعطوفة الدكتور رامي عبد الجليل العوابدة، مدير مركز الأردن لطب الأسنان في مدينة العين في إمارة أبوظبي. نتمنى لك يا سيد التوفيق ومزيد النجاح والأمان. جزاكم الله خير وحياكم الله، شرفتمونا. شكرا سيدي. شكرا.